بظن فهمتوا ليش يوم عرسي ما عزمتكن، لأنكن مغرورين وعلى شي فاضي فوق كل هاد. لك حتى مخكن فاضي وما فيه شي، مو شاطرين غير بشغلة واحدة إنو تهينوا العالم، وهمكن بس المصاري. الحب والأخلاق ما بتفكروا فيهم بنوب، سمعانين عنهم يا ترى؟ تعرفوا لأنكن ضيوفي بيت أهله لسيد محترمينكن؟ عن جد هدول الناس راقيين أكتر منكن. أنتم مفكرين الحياة لبس ومصاري وبيوت؟ لازم تفهموا كتير منيح إنه الحياة مو بس مظاهر. روشني شو بكي؟ زودتيها كتير كأنه هي ما حكت غير الحقيقة وبس. عفواً عندي سؤال، مو حضرتك حامي؟ وقت اللي كنتي عم تسألي وبدك مي زوجك مهتم ليه؟ أنا بقلك لأنه كان عم يحكي عن البابا مو فاضي لك. طبعاً لأنه ثروة أبوه أهم منك بكتير. اسألي إمتى رح يبلش يعتمد على حاله؟ لولا ثروة أبوه ما بتاكلي، صح ولا لا؟ روشني خلص. ممتاز روشني، حلو كتير، هي حققتي حلمك وتزوجتي واحد مثل هاد، تتهني على هالتنقاية. بس مو معقول. بس أنا مبسوطة بهالشي. إيه بالمناسبة، مبسوطة مع خطيبك؟ بحبك كتير صح؟ بيقضي وقته بالشغل أكتر ما بيقضي معك، بس مو مهم. المهم بالنسبة إلي إنه يحترم حاله وما يهين لي زوجي. يا ريت يفهم هالشي، بتمنى ما بقى أشوف وشكن بنوب. يلا نقلعوا من بيتي هلأ قبل ما أنا زدكن برا، يلا نقلعوا. إيه رايحين من هون، أساساً نحن يلي ما بدنا نبقى عندك. يلا شباب. ماما بابا بتمنى تسامحوني، هدول التافهين هانوكم ببيتكم بسببي أنا. ما عم بعرف كيف بدي أعتذر، ما رح سامح حالي أبدا. شبكي؟ هدول ضيوف مو أكتر، إجوا وراحوا ومشي الحال. من زمان إجوا رفقاته لسيد وكانوا لسه أسوأ من هدول رفقاتك بكتير كمان. وأبوكي يوما خلاهم يضيعوا الطريق. يلا لشوف اضحكي. روشني يا بنتي خلي الناس يحكوا عادي شو ما بدهم، نحن مو فارقة معنا وما بهمونا، نحن هيك. شو رأيك؟ المهم بالنسبة لنا إنه روشني لا تبكي ولا تزعل أبدا. يا روحي شكرا يا رب لأنه عطتني عيلة منيحة هيك وزوج بجنن مثل سيد. وأنا بشكر ربي لأنه بعت لي إياكي. حبيبي معلش تطلعوا هلأ بالحق؟ ماشي. إيه مونيا؟ ألو؟ ألو؟ مبسوط كتير بحالك؟ شو قلي؟ إن شاء الله انبسطت هلأ. أول شي بعدت روشني عن أمها واليوم بكل بساطة بتخرب علاقتها مع أعز رفقاتها. سيد هارت بعرف منيح شو اللي عم تخطط له، وإنك قصدت تعمل هيك اليوم، وإنه بدك روشني تبعد عن الكل وتكون إلك وبس. ما هيك؟ مانيشا قالت لي اللي صار. أنتوا بهالطريقة هنتوني، أنا كمان بتعرف هالشي؟ وكل هاد بسببك أنت وأهلك الجاهلين، لأنه روشني مستحيل تقلع رفقاتها بهالطريقة بنوب، أهلك هنن اللي خلوها تقلعن. ديدي طولي بالك شو القصة؟ أنتي لا تتدخلي بنوب إذا بتريدي، لسه عم تدافعوا عنه. أنا أول مرة بحس حالي مو طالع بإيدي شي. درجة بكفي. شلون أنتي بتحكي بهاي الطريقة عن عيلتي؟ مو عيب انتي تحكي عليهم؟ يلا جاوبيني، هاي الصفات اللي عم تحكيها هي صفاتك. روشني بكفي. انتي دائما بتحكي، هالمرة دورك تسمعيني. ليكي ديدي يكون بعلمك انا ما بشرفني يكون بنتك، مشان هيك ما بسمح لك تتدخلي بحياتي بنوب ولا حتى بحياة عيلتي.
وتاني شي نحن قاعدين بهالبيت من كتر ما أصريتي علينا، يعني أنت اللي بدك. بالمقابل نحن عم ندفع لك أجار الغرفة، وإذا انكسر شي أو خرب رح نعود لك يا، بس بصفتك المرأة يلي مأجرتنا عندها ما بيحق لك إنه تتدخلي بحياة المستأجرين الشخصية. أنت مو أمي، أنت صاحبة البيت وبس. هي هي العلاقة يلي بتجمعنا مو أكتر، فهمتي؟ صحيح، مو بتقولي عنه شحاد ومرته لهاد الشحاد هي اللي عم بتهينك هلا بنص بيتك. صارت وصارت، إذا بدك قلعي من الشغل وريحينا. هيك الكره يلي بين روشني وأمها عم بيزيد، كيف رح أقدر أجمع بيناتهم؟ محتار كتير. يا ربي ساعدني لأقربهم من بعض. روشني؟ شو روشني؟ يعني إذا معصبة فهمنا، بس يعني شو؟ ما بدك تحكي معي؟ سد من فضلك، لا تحاكيني هلأ وأنا متضايقة، بروق لحالي اتركني. بالله بدك اتركك؟ كيف بدي اتركك؟ نسيتي إنه لما تزوجنا وعدتك إنه ما اتركك؟ لا، وخلوني كمان أوعدك 7 مرات وقدام الكل، واحد من الوعود كان قاسي كتير متذكرة أنه ما أتركك لو اختلفنا، ونحن مو مختلفين حتى. ما فيني أتركك، وغير هيك ما فيني أترك روحي كمان. سد، إذا بتريد أتركني لحالي، ماني رايقة بنوب، لو سمحت أتركني شوي لحالي. أتركك شوي؟ هيك لكان، لا تحلمي ولا لحظة. شو ما بتعرفيني لتكوني؟ خلص لقيتها، هلأ بتشوفي كيف رح روقك. لحظة بس. روشني؟ روشني؟ ديري وشك وشوفي كيف رح تنسي وتروقي فورا. روشني؟ قلتلك قلتلك اتركني. شو هاد؟ أنا آسفة عن جد، مو بقصدي، ما كنت عارفانة إنك حامل شي بإيدك. أنا آسفة كثير، مو مشكلة. شو صار؟ على شو عم تعتذري؟ ولا يهمك حبيبتي، الحق مو عليكي لأنه ما كان قصدي. بعدين خلص، شو هالقصة؟ يعني ما صار شي شبك؟ بس أمك هي اللي تعذبت وطبختهم، غريب هالشي عن جد، بسبب أمي اللي حارمتني من حنان الأم، رحت وفشيت خلقي بدون قصد بأكل أمي التانية اللي ما لها ذنب. شكلي رح ضل محرومة من حنان الأم. مو معقولة روشني، شبك لا تفكري كتير، ما في داعي لهالحكي كله هاد. خلاص، المهم هلأ روقي واسمعيني شوي. روشني يلي صار برا، لا سيد، ما تقلي إنه أمي كان معها حق اليوم.
كل مرة بتشرح لي وجهة نظرها.